فيلم انا شغاله عملناه، جات لنا فكره نعمل فيلم شورت فيلم مدته 14 دقيقه، وصورناه في يومين تقريبا. كان معانا طفله اسمها مهنور، الطفله دي هي بطله الفيلم، وساعدتنا ان احنا نصوره في المده القصيره دي، مع ان الاطفال عامه بياخدوا وقت في التصوير وكده ومجهود، بس هي كانت شاطره قوي خلتنا نخلص الفيلم بسرعه. عملنا كاستنج عادي جدا وجبنا اطفال كتير، وهي كانت احسنهم حقيقي، وكانت شاطره قوي وموهوبه قوي وشكلها في الدور قوي. ايقاع الفيلم كان المفروض يبقى ماشي بريتم شويه هادي، وفي فترات في جاب زمنيه كده بين 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 المشاهد، ودي عملناها بطريقه كده فيد بلاك وقطعات سوداء، والمزيكا نفسها كانت بقى بسيطه قوي لان القصه نفسها ماشيه بريتم بسيط قوي، فالمزيكا نفسها ما كانتش اوركسترالي بقى وكده، كانت مزيكا هاديه قوي بسيطه قوي فيها طفوله شويه، نفس المزيكا فيها ريتم كده طفولي شويه. انا عايز الناس تبص على البنت قوي وتركز مع البنت قوي، وتبقى عايشه من نفس النظره اللي شايفاها البنت الحياه، وعشان كده قطعنا كل الناس، ومش هيبان من الفيلم كله غير مهنور البطله بتاعت الفيلم او الشغاله اللي في الفيلم، وده اعتقد خلى الناس تشوف الحياه اكتر من وجهه نظرها هي عامله ازاي. الممثلين ده كله ده كان طبعا ما عملناش اي دوبلاج، ده كان في التصوير حقيقي، وطبعا ساعد ان هم مش باينين فخلاهم ما بنعيدش عشان تمثيل، بنعيد عشان الصوت، فده سرع شويه في رتم كمان التصوير. الفيلم اتعرض في مهرجان في الصاوي، في ساقية الصاوي، واتعرض في الافتتاح بتاع المهرجان، وكان رد فعل الناس حلو قوي، والجمهور العادي بالذات كان رد فعله عاجبني قوي، كان في ناس تعاطفت قوي مع القصه ومع البنت، وفي ناس يعني قررت انها مش هتعمل كده، لو انها كانت عملت كده مش هتعمل كده تاني، وفي ناس يعني شجعت ان الموضوع لازم يبقى اكتر مطروح في المجتمع. وبعد كده اتعرض على النت وجالي فيدباك عالي جدا من الناس في النت، والحمد لله عجب الناس قوي، وان شاء الله يعجبكم، ومستني رد فعلكم انتوا كمان للفيلم وتعليقاتكم.